طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة الثانية في المنتدى، عنوانها القطاع غير الربحي ودوره في تحقيق الاستدامة. عندنا فيها أربع أوراق. الورقة الأولى تتكلم عن إسهامات الزكاة والصدقات في التنمية، الثانية تتكلم عن الوقف، الثالثة تتكلم أيضا عن الوقف، والرابعة تتكلم عن القرض الحسن. بداية طبعا نشكر السادة الحضور وسادة المحافظ وسادة الوزيرة وأعضاء هيئة كبار العلماء، ولا يفوتنا أيضا أن نتذكر بالذكر الحسن من كان السبب في إقامة هذه الندوة واستمرارها، ذلك الرجل المرحوم الشيخ صالح كامل الذي يعتبر علامة بارزة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وفي تاريخ النشاط الاجتماعي الهادف، وهو أيضا يعني مؤسس وراعي وصاحب تنمية مهمة في مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، شركات وصناديق الاستثمار وشركات تأجير تمويلي ومؤسسة الزكاة وأشياء أخرى أيضا في الجانب التنموي المعرفي والتنمية المعرفية والمساهمة في هذه المسائل، أيضا له دور مهم جدا في المسائل الدور الاجتماعي والمساهمات الاجتماعية المشكورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن ينور له قبره، ونشكر طبعا النجل الكريم الشيخ عبد الله هذا السلف الصالح وهذا النبت المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه المناسبات الطيبة المباركة الهادفة ليتحقق مفهوم الاستدامة. الورقة الأولى إسهامات الزكاة والصدقات في التنمية المستدامة. هذه الجلسة تتكلم عن أدوات الاستدامة. في الجلسة الماضية تكلمنا عن المفهوم الاستدامة، وتطرق النقاش عن للكلام عن الاستدامة في الفكر الوضعي والاستدامة في الاقتصاد الإسلامي. المفروض أن في هذه الجلسة نرى هذه الأدوات التي يستعملها الاقتصاد الإسلامي من أجل تحقيق هذه الاستدامة. بداية نحب أن نقدم بمقدمة يسيرة، يعني نشأت من هذه الاستفسارات التي طرأت، من أين نشأ مفهوم الاستدامة؟ الحقيقة إنه هذا مفهوم متطور لفرع من فروع التنمية الاقتصادية الذي طرح كفرع من فروع الدراسات الاقتصادية في الخمسينيات والستينيات من القرن الميلادي الماضي. طرح مفهوم التنمية الاقتصادية، أي السعي نحو بلوغ الدول النامية دول العالم الثالث إلى مستويات عالية من الأداء الاقتصادي ليقترب من مستوى التقدم الاقتصادي في المجتمعات الاقتصادية الصناعية الغربية المتقدمة. هذه الفكرة أو هذا المنحة أو هذا الجانب من الدراسات الاقتصادية التنمية الاقتصادية ظهرت له عدة تجليات. التجلية الأولى كانوا يتكلمون عن التنمية الاقتصادية، ثم تكلموا بعد ذلك عن فكرة إشباع الحاجات الأساسية، ثم تطورت أيضا فتكلموا عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة، ثم طرحت أيضا تصور آخر، طرح تصور آخر وهو التنمية البشرية، ثم ظهر مصطلح ومفهوم التنمية المستدامة 2015. التنمية المستدامة، فما هي التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة لها ببساطة شديدة لها ثلاثة أركان. الركن الأول هو ركن اقتصادي، والركن الثاني هو ركن اجتماعي، والركن الثالث هو ركن بيئي. الركن الاقتصادي هو المؤشرات الاقتصادية المعروفة، الناتج وتنمية الصناعة إلى آخره، والزراعة ومثل هذه القطاعات المهمة، والابتكار طبعا يدخل فيها. البعد الاجتماعي هو الاهتمام بالوفاء بحاجات التعليم والصحة والتدريب إلى آخره، والقضاء على الفقر والقضاء على الجوع.
والبعد الثالث في أهداف التنمية المستدامة هو البعد المتعلق بالبيئة، يعني الحفاظ على البيئة. طيب هنا ما الفرق بين مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الوضعي ومفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي؟ الاستدامة في الاقتصاد الوضعي ناشئة أيضا من الفلسفة الكلية للاقتصاد الوضعي. الاقتصاد الوضعي يرى أن الحياة من المهم جدا أنه قياس مستوى النجاح في أداء النماذج الاقتصادية بمستوى الرفاهية المادية، الإشباع المادي، ليس فيها ذلك الجانب الروحي، ليس فيها ذلك الجانب الأخلاقي. يقولون لنا الأخلاق خارج نموذج البحث الاقتصادي، خارج نموذج التحليل الاقتصادي. أي أحد يتكلم عن الأخلاق، يتكلم عن القيم، فهو يقول لك هذا ليس علم، العلم لا يبحث في هذه المسائل. أيضا النموذج الاقتصادي اللي هو موجود في علم الاقتصاد الوضعي بكامله هو أيضا نموذج يعتمد على الحافز الاقتصادي، يعني هنعمل تنمية مستدامة طيب ونحافظ على البيئة، طيب كيف نحفز الناس؟ يقول لك نخفض الضرائب، نعفي من الضرائب، ندي تمويل رخيص، ومثل هذه الأشياء المحفزات المادية في أساسها. الفكرة أنه الإسلام بيقول لنا والله لا، أنا كدين شامل كامل، الدين الأخير الذي أوحى الله به لهداية العالمين لا يفصل بين الاقتصاد ولا بين المسائل التشريعية ولا بين الاجتماع ولا بين الأسرة ولا بين مثل هذه الأمور كلها. فبيقول لك أيضا الحوافز الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد الإسلامي هي حوافز معنوية وحوافز مادية. طيب نيجي بقى لمسألة في منتهى الأهمية، وهي هل نجح المجهود والنشاط الذي بذل في برامج التنمية التي تمت عبر 70 سنة ماضية في تحقيق الأهداف الاقتصادية؟ لا أبدا، المحصلة أنه ده لم ينجح، بل حتى خطة التنمية الاستراتيجية التنمية المستدامة تقول أن مستوى الفقر زاد في السنتين الأخيرتين، مستوى معدل الجوع زاد أيضا في السنتين الأخيرتين، وأن المستهدف تحقيقه سنة 2030 في الغالب لن يتحقق. عندنا بقى أن النموذج الاقتصادي أو النظام الاقتصادي، أي نظام اقتصادي في الدنيا بيتكون من قواعد أربعة. القاعدة الأولى قاعدة هدف هذا النظام، القاعدة الثانية وهي قاعدة الملكية لهذا النظام، القاعدة الثالثة وهي أداة التنسيق لهذا النظام. فغاية النظام، قاعدة الملكية، أداة تنسيق النشاط الاقتصادي، وآلية للحوافز الاقتصادية. النموذج الرأسمالي بيقول أن الهدف بتاعي تحقيق أعلى معدل ممكن، إشباع ممكن، رفاهية الاقتصادية، وبعدين وخلاص بس. كذلك حتى النظام الاشتراكي، الإسلام بيقول لا، بيقول أنا عايز سعادة الدارين، عايز رفاهية اقتصادية في الحياة الدنيا وفي نفس الوقت سعادة أبدية للإنسان في الحياة الأخروية. في كلمة واحدة، تحقيق الحياة الطيبة المستديمة. تحقيق الحياة الطيبة المستديمة مش للأغلب ومش للأهم ومش للأكثر، وإنما لكل فرد في الدنيا، لكل فرد مخلوق، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. دي مسألة غاية في الأهمية، حياة الطيبة، تحقيق الحياة الطيبة مش الخبيثة، الحياة الطيبة التي تشبع حاجة الروح وحاجة الجسد وحاجة الوجدان وحاجة العقل، فيها العلم وفيها العبادة وفيها التزكية وفيها الأداء الاقتصادي العالي أيضا. القاعدة للملكية، احنا عندنا قاعدة للملكية واسعة ممتدة في الاقتصاد الإسلامي، عندنا حاجة اسمها الملك الخاص معروف، وعندنا حاجة ملكية عامة، وعندنا حاجة اسمها ملك الله، الملك الدائم، الملك المستديم، الوقف، وعندنا وظيفة اجتماعية للملكية ناشئة عن فكرة مفهوم الاستخلاف، إنه المال ده الإنسان لم يخلق المال، ولكن الله خلق هذا المال للإنسان من أجل إقامة الحياة الطيبة. طيب يبقى يتصرف فيه وفق مقتضى وضوابط وقواعد ومبادئ الخالق جل وعلا. فالإنسان لم يخلق مادة، بل الإنسان لم يخلق نفسه، بل الإنسان لم يخلق سلوكه، وإنما كل هذه الأشياء موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، عندنا من أجل ذلك في وظيفة اجتماعية، من أحياها نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. عندنا أداة لتنسيق النشاط الاقتصادي، مش بس السوق الحرة فقط، وإنما أيضا هي السوق الحرة النظيفة. النظيفة دي مسألة
تحتاج إلى تفسير، وأيضاً مجموعة التعلقات أو الأهداف المتعلقة بالنجاح الأخروي وبالسعادة الأخروية. آلية للحوافز الاقتصادية، عندنا الربح المباح، والربح المباح ربح مشروع نظيف طيب قائم على مجموعة من الضوابط التي تحقق نوعاً خاصاً من صفات وخصائص الربح الموجود صحيح في الأسس الاقتصادية أو في القواعد الاقتصادية المعروفة، ولكنه في الإسلام بيتميز تميزات أخرى. وفي الآخر لدينا نموذج من المهم أن أنا أقدمه. عندنا في حديث مسلم صحيح مسلم بيقول: بينما رجل يسير في الصحراء سمع صوتا يقول اسق أرض فلان، فوجد رجلا على ناصية حديقة بيده مسحاه يصلح الماء في الطريق للماء لدخول الحديقة. فالسامع سأل هذا الرجل، قال: ما اسمك؟ لما تسألنا عن اسمي؟ قال: سمعت كذا. قال: أنا هو. قال: ماذا تفعل؟ قال: أجعل فيها الثلث، معدل الاستثمار 33%، ولو خدنا معامل رأس مال الناتج معناه أنه ده يحقق معدل نمو لن يقل عن 8-9% سنويا، وده يعني 4 أضعاف معدل الزيادة السكانية أو 5 أضعاف كمان. وبعدين: وآكل أنا وأولادي الثلث ترشيد الاستهلاك. يبقى الهدف الأول، غاية النظام الاقتصادي الإسلامي، مش الوصول إلى أعلى مستويات عالية من الاستهلاك والترف. أجعل فيها الثلث 33.5% من الناتج معدل الاستهلاك، وأتصدق بالثلث مع أعلى حشد وتعبئة للموارد من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية لم يعرف في تاريخ البشرية كلها. الإسلام يسعى لتحقيق هذه الأشياء بهذه الأهداف، بهذا التصور، بهذا الشكل الذي شرحناه، عن طريق مجموعة من الأدوات، أدوات الواجبة والأدوات غير الواجبة، الأدوات التطوعية. عندنا في الأدوات الواجبة الزكاة مثلا، الاستثمار إذا قامت القيامة وفيها أحدكم فسيلة، الزكاة، ثم إيه؟ ثم أيضا الإنفاق الواجب بأنواعه المختلفة، ثم الإنفاق الربحي غير الواجب زي الوقف وزي الصدقات وزي القرض الحسن. وهذه الأشياء التي سوف نتناول أنواع من هذه الأدوات، أداة أساسية في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي المستدام في هذه الجلسة، وهي الزكاة واجب، الوقف عمل تطوعي غير ربحي، والقرض الحسن عمل تطوعي غير ربحي. الورقة الأولى تتكلم عن إسهامات الزكاة والصدقات في التنمية المستدامة. يتفضل بإلقائها الأخ الدكتور أزمان. والأخ الدكتور أزمان محمد يعمل أستاذاً ومحاضراً في معهد التمويل والصرافة الإسلامية في ماليزيا، وتخصص في تدريس الفقه والتمويل منذ عوام عديدة، وتم دراساته في المدينة في المملكة العربية السعودية، وتخصص في مجالات الوقف وإدارة الزكاة ومحاسبة المؤسسات الزكوية. معك وقت في حدود 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب المشايخ الكرام، أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام، ثم distinguished panel speakers and distinguished guests. I'm sorry, the presentation will be in English, since I prepared the slide in English. For your information, there are 2 persons involved in preparing this project: I myself and Dr. Ashraf. But he اعتذر ووكلني أن أقدم بالنيابة عنه أيضا. الشكر موصول إلى الجهة المنظمة لهذا المؤتمر. الموضوع، العنوان، the title which I was asked to, we were asked to do a research on was on the contribution of zakat and charity to sustainable development. The roles of zakat in sustainable development. Okay. To start with, we have the property line around the globe. For 3 decades, the number of people living in extreme poverty was defined as those who live on less than 2.1 15
cent dollar per day, okay, in 2017. But the trend was interrupted in 2020 when poverty rose due to disruption caused by COVID-19 crisis. The number of people living in extreme poverty rose to by 70 million to more than 700 million people around the globe. And according to the Islamic Development Bank, ISDB, the estimation, okay, of the global OIC country members zakat fund is worth over $1 trillion USD per year. This is the estimated amount of zakat collected in the Muslim country around the globe, which is more than 28 times the total amount of global humanitarian funding required to assist 160 million vulnerable individuals across 56 countries in 2021. And about the potentials, okay, of zakat, there was a study on this about the amount collected and what is supposed to be collected. So as a comparison, okay, in Malaysia, for example, the actual zakat collected was 0.24% of its GDP compared to a potential of 1.11 of its GDP. And in Indonesia, 0.025 compared to 1.57, which is supposed to be. And the number goes also to Pakistan and other Muslim countries. So all in all, what was collected was not interpreted in the expected number. This could be for a number of reasons. Maybe there was direct distributions from the zakat payers to the beneficiaries, or there could be other reasons. Maybe the collections and also the distributions were not properly recorded. One of our major concern or one of our major project is to come up with a framework for zakat collection and also distributions. So inshallah later on we will use the AI and also blockchain to develop the framework to facilitate zakat collection and also distribution in the future, inshallah. About wakaf, according to Fintera, wakaf asset is worth 3 trillion USD with an estimated return of 5% or 150 billion USD annually, which can be utilized for socioeconomic goals. However, the current status poverty line is over 700 million, too many. And unfortunately, most of them are in the Muslim countries. Okay, about sustainable development, we heard in the morning the definition of the sustainable development, and it can be defined as the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. And UN has come up with the areas, okay, which we have, the member countries has to give priorities in order to support the SDG development. So there are areas of economy, society, environment, and administrations. I want to skip this one because this was touched before. And from Islamic perspective, from Muslim perspective, this SDG is not against the maqasid of Sharia to some extent, but it is not everything. So it is quite interesting. Recently, some Islamic financial institutions was raising a question whether SDG checklist or SDG screening is regarded to be similar to Sharia screening. So in general, most of the scholars do not agree that SDG screening or SDG objective meets. I mean, we cannot say this is halal because of SDG or this is haram because of doesn't realize SDG purpose. So Sharia is what intended by Allah subhanahu wa ta'ala. Sharia, we have to refer to the scholars. So not all the SDG screening or the screening methodology or SDG criteria in the screening can be taken as similar to the Sharia requirement. So there are areas, for example, substance for cosmetic
There are areas, for example, some projects involving, for example, industry which involve cutting trees. To some extent, in some countries, they need to do that because they have no other resources, for example. So from China perspective, it's quite different. So we cannot say everything which is SDG is similar to the Makassar or similar or in line with China in Makassar. All right, the next point which I want to share is that this also mentioned just now, for us, Muslim perspective, sustainable development is viewed as a holistic concept and it encompasses, okay, the religious, social, economic, and environmental dimensions of the development. And we have the guidance from the Holy Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Holy Quran, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ خَلَائِف خَلِيفَ إِنِّي جَعَلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ. So you are the successors. So the very nature of human beings, actually, they are sustainable in nature, because al-khalifa means, you know, there will be, you know, reproductions. And it's quite interesting nowadays in the West, for example, there is a call, for example, this Mithliyat or this LGBT group, for example, they will, for them, their behavior, for example, their acts will lead to their no reproductions, no sustainability, no no laysa hunaka tanasul wa laysa hunaka yani ishismu alwilada fa fi nafs alwaqt hum yatakallamun an istidama fil alam islami. So the part which is related to the social, which is related to human beings, the areas which is also very very important and very crucial that we have to touch also. And Allah Subhanahu wa Ta'ala, the verse was mentioned in the morning, in Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. So there must be a balance, okay, in managing these SDG goals. Okay, now I go to the zakat contributions for SDG. Number one is the provision of zakat itself. So wa fi amwalihim haqqul lisaili wa fi amwalihim haqqul lisaili wa mahrum والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. And those whose, okay, in their wealth, a portion, non-portion, للسائل والمحروم. So number one is we can say that zakat contributes to the sustainable development. Why? Because zakat itself, by practicing zakat, there is a portion of our wealth that we have to contribute to the poor and the needy. This is quite interesting, apart from infaq or sadaqah, we have two categories, the one which is obligatory, the second one which is voluntary, sunnah. So the obligatory part, sometimes there are people who are not aware that they have to pay zakat, for example. So by paying zakat, actually we actually contribute to the sustainable development. Khudh min amwalihim, we have number two, the contribution of zakat is to purify the individuals. Okay, the payers from the vices of the heart, from greed, from misery and selfishness. These diseases cannot be healed in the hospitals. Doctors cannot heal it. People sometimes, you know, become very stingy and very selfish, and they don't care about others. So zakat, by making compulsory payment of zakat, this will remove them from these vices and this disease of the heart. And also, it is actually the sign of gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because how you become rich, you know, because you are doing transaction with those community members, others. I have house, for example, I have property. I cannot realize, okay, the increase of the price of the house if there are no buyers, for example. So the transactions in the community actually drive to the capital gain. Okay, so as a gratitude to Allah Subhanahu wa Taala, because you are given, okay, you are given such a blessings, you know, such a blessing, such a risk, then you have to go back to the, you have to give back to the community. So this is actually one of the way how we show our gratitude to Allah Subhanahu wa Taala. La in shakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa Taala says, if you are thankful, I'll give you more. And if there are more people who are giving zakat, there are more people who are thankful, and there'll be more blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fourth contribution of zakat in the sustainable development is to enrich the growth of zakat property.
Okay, so by giving zakat, خُذْ مِنْ أَمْرِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. تُزَكِّيهِمْ, تُزَكِّي means to increase, to give more. So the zakat payers will get more in terms of the risk, in terms of the blessings, and also in terms of improving themselves, and also in terms of their incomes. All right, next will be for the bridging between bridging the gap between the poor and the needy. This is one of the concerns. I attend many conferences. Among the concerns is there is a huge gap between the poor and the rich. So there'll be a trouble. So they try to close down, narrow down. You have one moment. Okay. Now the economists are talking about, you know, how to narrow the gap between the poor and the rich. So zakat actually provide assistance. The rich are providing assistance, and the poor are also happy because they get assistance and help them to improve. And one of the slide, one of the our research important point in our research is that the means of giving zakat to help the poor and the needy in their livelihood stuff, or I mean assets, the skills. And interestingly, in the past, the scholars discussed about paying zakat. It can be in the form of kind. For example, if a craftsman, a farmer, for example, need equipment, you can give zakat in the form of equipment. So in other words, we have to do more research, to do a macro financing, to do micro financing to help the poor and needy to improve their life, okay, through zakat assistance, not, okay, giving one-off payment of financial assistance. Some people, they rely so much on the monthly assistance, but we won't help them to get on their own foot. So there must be a research, okay, towards this direction. And there must be also cooperation between the authorities, the NGOs, and we have to include this in the governance as well. And we need to have it to be very transparent. And last one, as I suggested, I mentioned earlier that we hope that we can integrate this, okay, in a proper artificial intelligence, and also in a proper means to make sure that a proper collection and a proper distribution of zakat done transparently and done properly throughout the Muslim world. And thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. دكتور عزمان اتكلم على خط الفقر في العالم، واتكلم على حجم وإمكانية الزكاة وقيمتها المتوقعة ودورها في علاج الفقر، واتكلم عن الوقف ودوره في علاج الفقر، واتكلم أيضا على التمويل الإسلامي وأثره على التنمية والاستدامة. الورقة الثانية للأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم، الوقف نموذج للاستدامة الفريد بين الماضي والإمكانيات المستقبلية. الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم يعني مستشار معروف طبعا، عالم كبير في الاجتماع وله مساهمات كبيرة جدا في الوقف، مستشار بمركز القومي للحوثة الاجتماعية والجناية بالقاهرة، وعضو مؤسس وعضو مجلس خبراء مركز دراسات مقاصد الشريعة، وله يعني مساهمات مشهورة مذكورة، وله موسوعة عن الوقف إلى آخره. يتفضل مشكورا لعرض ورقته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا حدثتني نفسي أن أخرج خروجا كليا شاملا عن البحث الذي كلفت بكتابته وقدمته لمنظمي هذه الندوة، ثم ترددت يعني في يعني تنفيذ هذا الخروج، لأن خروجي الشامل معنى أن أخرج عن البحث الذي كتبته وعن النقاط التي أعددتها لعرضها على حضراتكم، وقلت يعني أخرج ثم أعود. أما لماذا الخروج؟ لأنني حزين جدا، حزين لأن نتحدث في هذا المفهوم بين قوسين، مفهوم الاستدامة بما نعرفه عن هذه اللفظة المترجمة من ركاكة من حيث أصولها اللغوية، وأن نحاول أن نقرب ونسدد، نقربها من بعض المعطيات أو القيم أو المبادئ التي في تراثنا، ونقول نعم
نحن مع الاستدامة. أنا بيني وبين الدكتور قيرات 24 قيراطا من الحب والمودة. وعندما أقول ذلك أستبق لأثير نقطة مهمة جدا، وهو عندما عقب الدكتور الحداد على ما تفضل به الدكتور قيرات في الحوار الذي قال الدكتور الحداد: هذا الحوار أدار الدكتور قيرات حوارا مع من لا يحاوره. قال هذه الجملة بالضبط. لا أدري هل قصد المعنى المباشر لهذه الكلمة أم أنها خرجت هكذا، ولكن أنا أعتبرها كلمة مهمة جدا تذكرني ب يعني لن أستعيد طبعا ما قدمه أخي وحبيبي الدكتور قيرات: يقولون كذا نقول نعم، يقولون كذا نقول نوافقكم، يقولون كذا هذا عندنا. هذا ملخصه قول القائل: جلوا صارما وتلوا باطلا، وقالوا صدقنا فقلنا نعم. مفهوم الاستدامة هو صرخة شكوى، هو صرخة شكوى للدمار والنتائج السلبية التي تمخض عنها النظام الرأسمالي المتوحش ابن الحداثة الغربية. نقطة، انتهى الكلام. لا، هذه ليست مشكلتنا، نحن ضحايا لمشكلة توحش النظام الرأسمالي وعدوانه على البيئة وعلى المجتمعات وعلى ظهور كل هذه السلبيات التي صاغوا لها، سكوا لها بالسين، سكوا لها هذا المصطلح منذ نهاية الثمانينيات السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، حتى يعني ننشغل معهم وكأننا كأن هذه قضية من قضايانا. هذه ليست قضية من قضايانا، قضية الاستدامة بالمعنى الذي يطرحونه. وأنا أتحدى أن نأتي بمئة أستاذ من أساتذة الاقتصاد في العالم ونضعهم في هذه القاعة ونعطي كل واحد منهم ورقة ونقول له: اكتب لنا ثلاثة أسطر أو وان باراجراف حول ما معنى الاستدامة التي تقصدونها. ستكون لدينا مئة يعني صفة، سيكون لدينا مئة تعريف، وكل تعريف يعني لن يتفق كثيرا مع التعريف الآخر. هذه مسألة سياسية، هذه مسألة تتعلق بالاقتصاد الدولي وبمراكز الرأسمال المهيمن على العالم. هذه مسألة يعني يريدون أن نشاركهم في تحمل نتائج وسلبيات ودمار لم نشارك نحن في صنعه، بل نحن ضحاياه. هم طول الوقت يقولون: لديكم نقص في الحريات، لديكم نقص في حقوق الإنسان، لديكم نقص في التعليم، لديكم نقص في مسائل المرأة، ولا يقولون أن لدينا زيادة إلا في مسألتين: الزيادة السكانية، وعليكم أن تتخلصوا من هذه الزيادة السكانية، وزيادة بعض الموارد المهمة بالنسبة لنا ونحن نأخذها لأنكم لا تحسنون التعامل مع هذه الموارد مثل النفط والغاز وغير ذلك من الموارد الطبيعية. نحن في عالم مختل من ناحية العدالة الدولية بين الشمال، بين مراكز السيطرة ومراكز والأطراف أو الجوانب العالم الأخرى. هم لا يحاوروننا يا دكتور قيرات، أنت تحاور من لا يحاورك، نحن نحاور أو نصطنع حوارا لمن يفرض علينا بقوة السلاح وبقوة الأمر الواقع وبأساليب كثيرة جدا. الحقيقة هذه الكلمة أنا استخدمتها على سبيل التساهل في حق كلمة العمران وعلى سبيل الانتقال من إلى كلمة الاستدامة. عندنا كلمة العمران وعندنا فلسفة أخرى مختلفة نستطيع أن نتحدث فيها طويلا،
ولكن أنا أختصر فأقول أن هناك يعني منهج أصلاً للاقتراب من هذه المسألة. إذا كان المنهج هو أن أصطنع مقاربة أو معنى أو مضموناً لهذه الكلمة في تراثنا، فأنا لست من هذا القبيل ولا أحب أن أتحدث فيه، يمكن أن أتوقف من الآن، لأن هذا لن يفيد شيئاً، لن يفيد شيئاً. إذا كنا سنعيد إنتاج الأطروحات التي يقدمونها هم، فهم أولاً لن يستمعوا إلينا لأننا نكرر كلامهم ببساطة، ثم إننا لن نفيد أنفسنا ولن نفيد العالم، وندعي أو نقول أن لدينا قارورة الدواء ولدينا مبادئ عظيمة جداً في المقاصد وفي القواعد الفقهية وكذا 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 وكذا. الاقتصاديون المحترفون المتخصصون في الاقتصاد عندما يسمعوا هذا الكلام يخرجون كما دخلوا. ولا أريد أن أقول كلمة أخرى، نحن نريد أن نحول هذه المبادئ والقيم إلى نماذج، إلى أطروحة تتحدى هيكلية الاقتصاد الدولي المهيمن، في على الأقل في ساحة العلماء، فيما بين الباحثين والدارسين. إذا لم تنتهي بحوثنا واجتهاداتنا إلى معرفة جديدة نافعة ومفيدة، فلا طائل من وراء كل هذا إلا ترسيخ تبعيتنا لهذه المدارس الاقتصادية في الغرب أو في الشرق. أنا أعددت نفسي لأتحدث عن الوقف. في موضوع الوقف أنا أعددت نفسي لأتحدث في موضوع خصائص الاقتصاد الوقفي تحديداً. وعندما أقول خصائص، يعني ما ينفرد به نسق الأوقاف وليس قطاع الأوقاف، لأنني أفرق بين القطاع والنسق. نسق الأوقاف ولا يشترك معه نسق آخر فيما في هذه المسائل الاقتصادية. ولكن قبل أن وقسمت الأطروحة التي أتقدم بها إلى مسألتين اثنتين فقط. المسألة الأولى هي بدأت بها أطروحة في هيكلية الاقتصاد، أو بمعنى أصح سأقول الاقتصاد الإسلامي، ولكن الممارسة الاقتصادية الإسلامية باعتبار ماذا؟ باعتبار عموم العلم وخصوص الممارسة. يعني هناك مسائل اقتصادية عامة بين كل أنواع الاقتصادات، ولذلك علينا أن نقول الممارسة الاقتصادية الإسلامية، لأن خصوص الممارسة عموم العلم معروف، وخصوص الممارسة هي التي يدخل منها الباب الأخلاقي والمسائل المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالقيم والمبادئ والعناصر المتميزة. فيما يتعلق بالربط بين، أولاً فيما يتعلق، أنا قدمت أطروحة فيها أربعة أنساق. قلت النسق الأول وتسميات من عندنا. النسق الأول هو نسق السعي، ومركزه تحقيق السبق والربح، وأساسه العمل. يعني القلب النابض فيه هو العمل، والعمل هو المصدر الوحيد للكسب في الرؤية الإسلامية، الرؤية الاقتصادية الإسلامية. أي مصدر آخر إما هو عمل أو غير موضوع. هذا موضوع يحتاج إلى يعني كلام كثير. ومن باب يعني حتى الآن أنا لم أجد في اطروحات الاقتصاديين الإسلاميين نموذج مثالي لعقد العمل يحمل في بنوده القيم ويترجمها إلى شيء يطبق في المؤسسات والمصالح والمشروعات، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو في غيره من القطاع. لم أجد، كلها عقود مترجمة أو عقود إذعان لا تعكس أي شيء. طالما أن هذا النموذج لم يظهر، فنحن بيننا وبين الوصول إلى هذا التميز مسافة طويلة جدا. كل الكلام الذي يتعلق بنسق الأوقاف بالخصائص التي كتبتها وتستطيعون العودة إليها، كل الكلام يندرج فيما سماه أو فيما أسماه قدماء أصوليين أسموه معقول المعنى على التفصيل. ومعقول المعنى على التفصيل هو ميدانه ومعمعانه المعاملات فيما بين الناس.
والقلب النابض للمعاملات بين الناس هي المصلحة. والأصوليون أيضا والمقاصديون قالوا إن المصلحة وبخاصة المصلحة المرسلة، أنا أخفف كلمات كثيرة جدا بطبيعة الحال، المصلحة المرسلة التي لا دليل جزئي على جوازها أو عدم جوازها، هذه المصلحة تتحدد بالمناسب، مفهوم أصولي آخر. لديك دقيقتين. والمناسب هو المناسب هو أن المناسب هو ما لو عرض على جملة المستفيدين أو الستيكهولدرز تلقوه بالقبول، هم عبارتهم لو عرض على العقول تلقوه بالقبول. هذا المناسب يعرف من أين؟ يعرف من استقراء الأحكام الجزئية لمعرفة المقاصد العامة للشريعة، وكل مناسب بهذا المعنى هو من وسائل المقاصد. هذا كل ما يمكن أن نحتاجه من مسألة الأصول، المعنى الفقهي والمعنى المقاصدي. النسق الأول هو نسق السعي، النسق الثاني هو نسق سميته نسق العقلانية العامة، العقلانية العامة التي هي مسؤولية الحكومة، مسؤولية أن يصدر القرار بإجماع مصلحة تهم العدد الأكبر من الناس، ولديها أداتان أساسيتان، الزكاة المفروضة والضرائب الواجبة. لا تغني الزكاة عن الضرائب قولا واحدا، ولا تغني الضرائب عن الزكاة في النموذج الإسلامي قولا واحدا فيما أعتقد. النسق الثالث هو النسق سميته، لماذا نسميه النسق غير الربح أو النظام أو القطاع غير الربح؟ القطاع غير الربح ببساطة معناه أن معياري هو القطاع الربحي، معناها أننا أردد ما يقولونه. هو نسق له اسم، وكل أب يسمي ابنه بالاسم الذي يحب، هم أسموه بهذا الاسم، نحن لدينا هذا الاسم منذ يعني مئات السنين، ونسق البر والرحمة ومكارم الأخلاق، وله قواعد اقتصادية بحتة مما يدخل في عموم العلم، وله قواعد أخلاقية أصيلة مما لا يشترك فيه مع غيره من الأقسام، لا ربحي ولا قطاع ربحي ولا NGOs ولا كل هذا الكلام الذي يلاك بين الحين والآخر. ثم يعني تكلمت عن الجزئية فصلت الحقيقة فيها، وهي موجودة كما قلت فيما يتعلق بالخصائص التي يمتاز بها النظام النسق الوقفي، والفرق بين كلمة النسق وكلمة القطاع الاقتصادي، هذه مسألة حاسمة في ابتناء وابتكار وطرح تحدي للنموذج الاقتصادي المهيمن. وأتوقف عند هذا الحد، والتفاصيل في الورقة، وشكرا لكم. شكرا دكتور إبراهيم على هذا العرض المثير يعني، والذي فيه روح الأصالة الإسلامية. طبعا الإمام الشيباني بيقول الكسب نظام العالم، والله قد تعالى قد حكم بقاء العالم إلى حين فنائه، وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد. دكتور إبراهيم منطلق من هذه الجزئية وبيقول إن الهيكل الاقتصادي الدولي المعاصر هو السبب في التلوث، وسبب تدهور البيئة، وسبب هذه الدورة الإنتاجية المكلفة وغير الصحية والظالمة في علاقاتها التبادلية مع العالم الإسلامي والعالم النامي. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الثالث، وهو الوقف أيضا نماذج من إمكانيات الحضارية، الوقف الأخضر نموذجا. يتفضل بتقديمها الأستاذ سيد سعد باشا، وهو مدير التطوير في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في باكستان، فليتفضل. السلام عليكم. بس أرجو الالتزام بالوقف بالوقت، لأن الوقت برضو من عناصر الاستدامة. السلام عليكم respected excellencies, fellow researchers and participants. I'm Sayyed Saad Ali Pasha. Today I'm going to present the paper Waqf and its culture development, focus on the green Waqf, a reimagining of the Islamic institution of Waqf. Before getting started, I'll share a few statistics of the development issues faced by the Islamic and Muslim countries. The ICCI member countries of the 57 Muslim countries around the world
have 28% of the global agricultural land. Despite that, we face a $67 billion food trade deficit. There is 1% annual deforestation rate in 22 Muslim countries, and over 24 countries face acute food shortage. While this is alarming to say the least, it also presents an opportunity to revive institutions which have played a substantial role in the socio-economic development throughout Muslim history. The Islamic Chamber conceptualized the concept of the Green Waqf based on the Islamic concept institution of Waqf. The initiative aims to develop desolate and underutilized Waqf land for green and sustainable projects. Here, the focus is to structure cash Waqf towards and redirect social financing towards Waqf lands for the development of green projects and to go towards authentic sustainability. The underlying principle of Waqf, that is perpetuity, makes the initiative sustainable and helps accumulate social wealth. ICCI believes, the Islamic Chamber believes, that the Green Waqf initiative can be the cutting edge in promoting authentic sustainability, because first of all, it decommodifies land, meaning once a Waqf is formed, it can only be utilized for a certain purpose, that is the Green Waqf projects or the sustainability projects. Secondly, it localizes indigenous sustainability because local communities are involved. It protects against deforestation and land encroachment, and that is a very big issue in developing countries, especially the Muslim countries. Moving forward, there is an historical precedence of utilizing the institution of Waqf for agriculture-based projects. Over 107,000 hectares of Waqf forest land was present in the Anatolian region during the Ottoman Empire. And as late as the 19th and 20th century, a substantial amount of land was, arable land was Waqf. So this shows you that the Green Waqf Initiative has a historical background. Moving to the Green Waqf Initiative itself, ICCI believes it is first paramount to develop fertile ground to develop the Green Waqf Initiative and the subsequent projects. For that, we have developed a roadmap. This roadmap serves two purposes. First of all, it advocates for the reimagining of the Waqf institution as the Green Waqf. And secondly, it helps develop the infrastructure which would be required for the operationalization of the Green Waqf. For the sake of time, I'll look at it, all of these steps briefly. The advocacy, identification of potential partners is the advocacy campaign, highlighting the Green Waqf Initiative at important events as such as these discussions with academia and policymakers about the Green Waqf Initiative will highlight the potential of the Waqf. The feasibility studies, manual and legal framework development will help us gather stakeholders together and develop partnerships to operationalize the project. And then one of the critical elements of the Green Waqf Initiative is developing a social financing platform, because the Green Waqf Initiative wants to develop and restructure in a way that social financing is redirected towards sustainability projects. So cash Waqf can be utilized to develop Waqf projects on Waqf land. More of this will be discussed later on. Once all the prerequisites are formed, establishing of Waqf entities and subsequent projects under the Green Waqf Initiative, then ICCI will develop and launch a social financing call after developing and initiating the project. To supplement the roadmap, ICCI has also developed an implementation strategy for the Green Waqf Initiative projects, starting with Green Waqf ecosystem development. I'll briefly discuss a few things here for the sake of time. First of all, it is vital to localize the development initiatives. So understanding the local needs by developing feasibility studies and framework development and manual development, ICCI will identify prospective pilot countries and the projects that would be done under the Green Waqf Initiative.
for the green waqf and waqf management, ICCI would partner with the private sector development banks, the governments to identify waqf land and develop it for the projects. The impact of this is truly sustainable because it involves local communities. For example, an agriculture project would involve local cooperatives and local stakeholders, and that will ensure the sustainability of the initiatives. The next important aspect of the financing of the Green Waqf initiative is redirecting cash waqf toward land waqf. There is precedence of doing these projects because there are organizations around the world which are not waqf but have still done these things. Reforest Action has planted 22 million trees in 42 countries just by redirecting crowdfunding towards reforestation. A similar model can be affected towards the Green Waqf initiative. Launchgood has gathered over £27 million from 1.2 million donors. This reflects, and this could be easily adapted to a Green Waqf initiative and the subsequent project under it. My Waqf is an initiative in Malaysia where the social platform is developed and it redirects social financing and waqf financing towards sustainable projects. So combining these three elements, a Green Waqf social financing platform could be developed which could focus on individual campaigns and projects and also look at reforestation activities which could be the development agenda of different countries. Moving on, the next, so this is the infrastructure platform and how they might look. Moving on, there are two elements which are very important, developing waqf entities. This would be guided by the manual and legal framework development. Once we have done these studies in pilot countries, it will help us localize solutions in the countries and adapt to legal and regulatory requirements of those countries. Then developing waqf projects. These will be guided by the feasibility studies. They will focus on two things. Market analysis, that is to identify the supply and demand of the projects and the services and the products that would be made there, and the business and technical requirements. Moving forward, we will be also monitoring and measuring the impact to truly measure the impact of the social financing and the waqf economy in prospective countries. And the Green Waqf Initiative, the target is to mainstream this initiative and the projects, subsequent projects under it. So what would ICCI do is adapt to the legal framework. You have 2 minutes only. Okay, sure, I'll move forward. So what ICCI has done, we have partnered with Mauritanian government, the Chamber of Commerce. We have made a shared economic recovery plan with the Green Waqf Initiative as a substantial part of it. We have partnered with the Ziauddin Law University in Pakistan to develop the legal study and the framework development to identify Green Waqf as a potential authentic sustainability initiative. We've onboarded specialist agribusiness advisors and technology specialists which will help us develop the infrastructure for the Green Waqf initiatives. And we've launched the Green Waqf website which has the environmental profile of 12 member countries. So these are the current initiative ICCI is involved in. What I'll do is I'll share one example from Indonesia, the Bogor Waqf Forest, where cash waqf was utilized to buy land and convert it into a waqf forest. In less than 5 or 6 years, it has planted over 1,000 trees and has self-sustaining revenue streams. So similar projects around the world are being conducted. It's to scale them up to an institutional level. But there are also challenges in developing Green Waqf, starting with low public awareness. People around the Muslim world still believe waqf is something you just give out as charity, and there is no institutional impact of that. Then there is an absence of database of and documentation of waqf properties around the world. And waqf, especially in the subcontinent, it's only used for religious activities like build of mosque and shrines. So there is more potential for the Green Waqf initiative.
And moving towards the green work recommendation, there is state level recommendation and individual work recommendation. At the state level, we have to start with a works management system which first digitizes the works properties and looks at how to bring all the data together so you can understand the impact and the potential of the works economy. At the works level recommendation, it has to be linked with the local startup ecosystem. So the youth and in entrepreneurial activities can be linked to works the entities. Time is finished. So I would just end by saying that ICCI, Islamic Chamber of Commerce, is looking for partners and is working on substantially working to revive the works institution as the Green Works Initiative. We welcome partners here who are interested in this initiative, and we look forward to working with all of you. Thank you. شكرا جزيلا. اتكلم عن الوقف الاستاذ سيد عن الوقف النماذج والامكانيات الحضاريه الوقف الاخضر وبيتكلم عن صيغه ابتكاريه جديده لنموذج تمويلي ابتكاري قائم على تنميه مشروعات الوقف. الورقه الاخيره القرض الحسن ودوره في الاستدامه الشخصيه والمجتمعيه الاخ دكتور بنجران سوريا كبير الاقتصاديين في بنك شريعه اندونيسيا. ياريت يجاوبنا على السؤال، هل القرض الحسن أداة من أدوات التنمية المستدامة الشخصية والاجتماعية؟ تفضل. تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. All praise to Allah, the most compassionate, the most merciful, His Eminence, His Excellency. Honorable speakers, ladies and gentlemen, it's an honor for me to be in this meeting, in this summit. And also utmost appreciation to Al Baraka Forum for bringing together distinguished speakers to discuss matters that with a great concern, something that is must be appreciated. Because with this occasion, me personally, I benefited. I met again with my Hojam, the one that trained me, the one that shed the light to what I become today, and I'm very grateful. But other than that, I have 10 minutes, yes? Yes. Okay. I'm following some of the comments from Professor Fayyad, Professor Azman, Professor Ibrahim, and Professor Said. I'm an economist by work. But I work in three different functions. I'm an economist, I'm a lecturer, I'm also a member of Indonesian Chamber of Commerce. I actually meet with the Secretary General of ICCIA, FO. And from the conversation that been developed, it seems that the economist is to be blamed. But okay, I'll take the blame, but I guess I'm taking a different position because I'm an Islamic economist, so I take a different path and I take different ways. And I'm actually been assigned to discuss something that pretty much in coma, if I have to say, because sustainability is something that is discussed today everywhere. I mean, the most easiest one in every paper, newspapers, televisions, SDGs, 17 goals. It's actually something that we move on from MDGs, Millennium Development Goals, in 2008 goals to 17 goals. What does it tell us? It tells us that what we tried to achieve before is not enough. That's actually the entire story of SDGs. Now, coming back to what we see, perhaps sustainability in many of the discourse, in academic literature, for utmost, sustainability is something to do with economy. But in some other literature, economic and religion is actually in contrast. Because in some other discussion, we have to bring it into the tables that they see religion is something that brings underdevelopment and so on. And perhaps in this occasion, we have to be honest as whether it is religion or our interpretation of religions or our inability to encompass all the institutions, values, and norms that have been opposed within the understanding of Islam, we haven't been able to formulate that. And on this occasion as well, I was assigned with Kardul Hassan. I mean,
in the context of Islamic economic sustainability, it's always been the discussion incorporating Islamic social finance. The menu is clear. We have zakat, we have waqf, we have infaq sadaqah, and we have qardul hasan. Among these four, we have zakat and waqf who have been, you don't have to mention about the contribution, it's present. You can see it, you can measure it. Waqf perhaps in some areas where things are preserved because waqf you hold the values, hold the ownership, you hold the usufruq for the benefit of the ummah. We know the Al-Azhar University waqf is the most famous one, so we don't question that. But Qard Hasan, where are we with Qard Hasan? I mean, Qard Hasan, well, the interpretation easy. I mean, even in the if you look in LinkedIn and social media, the English terms that they use by the forum is actually good loans. But on other understanding, it's benevolent loans. But what is important in Qardul Hasan, it is actually an only and possible way in which borrowing can be made. Meaning that the borrowing, any borrowing that adds a markup is not allowed. I think I have to be agreed with Professor that in Islam, the dignity comes from an effort. So in every earning, that has to come from a legitimate sources, which is your works, which is your effort. So with this, you cannot profit from someone else's burden. Because in most cases, in the past, Qardul Hasan is when you try to alleviate the burdens. When our brothers and sisters from the Basdan, our widows are unable to feed their kids, those who are passed away. All this Islamic social finance try to make sure that the blind side is fulfilled. But where is Qardul Hasan now? Well, there are practice. I took it from where I used to live. I guess I tried to contextualize it. I live in Indonesia. Qardul Hasan is being used as part of Baitul Mal Wal Tamwil. So they tried to create a new institution, expanding the role of Baitul Mal with Tamwil. But the reality is, it's more Baitul Tamwil than Baitul Mal. So the Qardul Hasan is now taking a responsibility of the Tamwil. Well, we know in the contract, it's clear. Tijari or Ta'awun. Qardul Hasan is where? Ta'awun. Now, the extended role is there. It's actually not happened to Qardul Hasan only. Zakat is in the past, of course, predominantly it's consumption basis, but there is also a hadith, Rasulullah, it can also be channeled for productive means. But consistent with zakat, consistent with Qardul Hasan, we do have market pressure pushing some of these contracts, some of the institution to perform or to cover the failure that market is unable to fulfill. And in my opinion, that's actually something that brings the discussion today. Now, just to put into context, I cannot just slide. You have two minutes only. That's enough. Okay. I have 2 minutes only? No. Wallahi, they have like 10, 20 minutes, you have 25 minutes. Yes. Okay, cut it short. The way that I see it today, the closest one interpretation of sustainability is pretty much maslahah. But don't forget that maslahah is temporary. It's actually the gate toward achieving maqasidul syariah. But importantly, the current concept of sustainability comes from the fact that previously, we realize that we are not doing enough because we don't take into consideration other different factors. You mentioned three pillars. Mm-hmm. You mentioned that first economic pillars. You mentioned about social pillars. You mentioned about environmental pillars. But what we learned through this target moving MDGs to SDGs, we actually learned to incorporate more actions, more target, more focus, which is actually already there in maslahah. Maslahah in Islam, we never left aside anything that Allah created, not even a single piece, even tiny animals. Many of the stories in the past sees how we actually consider that. But what makes us different, because
as a Muslim, as Islam, we are Allah grant us the path that we are trying to achieve is actually more ambitious, because the way that we want to do it as a Khalifah, as a safeguard, as someone entrusted to put a job for continuation, the important thing is not only about the output, but also the process. That's why we also talk about halal, we also talk about legitimate earning and so on. And this is something that we have been living. Now, the context that we've been looking into now, sustainability, if we put in the context of global, now anything related to development has to, and by definition, has to fulfill financial condition. This is evidence in the COP30s when they are failed to, COP26 in Glasgow, when they failed to make a deal, because who's going to finance the transition into sustainable development? Because the consequence is we're going to use a greener infrastructure, a greener way of doing stuff. So everything is being normalized, contextualized to become financially possible. So sustainability here is actually financial sustainability. What Islam is trying to achieve is not being normal, but being lazim. Lazim as a believer of Islam is when we do prayer. It is a normal Muslim activities. It's what lazim as a Muslim. In this regard as well, being trying to achieve maslaha, we try to balance out even within the target of maqasid of Sharia. We try to protect the deen, we try to protect the mal, we try to protect the progeny. So we put a balance. The current situation, it's heavily dominated by financial sector. And through this paper, if you would love to, I try to bring that into a different context, that finance is only part of the infrastructure. Infrastructure include logistics, infrastructure include education, infrastructures include health sector. So finance cannot dominate by all means, because otherwise we are deviating with the fact that we are trying to pursue maslaha. I'll pass it through. Yeah, this is something that I guess fast forward, this is something that perhaps open for discussion. I propose an intercyclical, interstage, different kind of forms of which we are attaching some of the institution within Islam economic to a particular purpose or cycle. So in this regard, I see Kadul Hasan has an opportunity to perform well when they are focusing on allowing startup or providing liquidity for startup. The rest you can find it. Islamic banks cannot perform because they have a commercial purpose, commercial condition that they have to fulfill. Pre-commercial Islamic bank cannot even fulfill, because by definition there should be an asset. That I conclude, because I only been given 10 minutes. If anything that I said is mistaken, it's because of me. Everything's right because of Allah. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. لدينا معقبان فيما لا يتجاوز لكل واحد منهما 5 دقائق فقط. لا 5 دقائق. عشان احنا في يعني في وضع غير مستدام في الوقت. فالمعقب الاول دكتور هم سالوا العقاد قالوا له عايزين منك مقال 1000 جملة ولا في صفحه ولا في موسوعه، فانت تستطيع يعني ان تدير هذه المساله. يعني الدكتور بشير ابو عمر عضو مجلس الخبراء الاستشاري البنك المركزي النيجيري، تفضل حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. I was asked to make my comments in English. I will first start by thanking the symposium for inviting me. And I would also like to congratulate what the symposium has been doing for the past 4 decades of doing a special service to the Ummah, which is by bringing together economics together with fuqaha. Economists are idealists and fuqaha are by and large realists. So a synthesis of realism together with idealism will definitely be for the benefit of the Ummah. One of the very important takeaways of this of this program is the attempt at definition of sustainability, and what Dr. Omar Hosseini has done
beautifully. And then the intervention of Sheikh Saleh bin Humaid in defining sustainability as preserving the key elements of living and enabling the driving of benefit from those elements for all across generations. This is very, very important, especially when we are talking of the contribution of the Islamic social, the tools of Islamic social finance towards sustainable development. There is one element that is common among all these tools, which gives a dimension of sustainability that is not normally referred to, which is the divine dimension, the divine intervention. Zakat, Waqf, and Qard al-Hasan, they all involve giving and donating. That is why they are categorized as Uqud al-Tabarru'at. That is, these are contracts of benevolence, because the essence is to derive divine benefit. Now Allah has said in the Quran, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah, he effaces riba and he places barakah, he places blessing in sadaqah. In all these tools, there is that element of sadaqah in it. And in the hadith of Abu Huraira, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Every morning the two angels, they will descend, and one of them will be saying, oh Allah, provide replacement for those who give, and the other one will say, provide, give destruction to those who withhold. The act of giving is what promotes sustainability from the divine dimension. That is, Allah will bring a replacement. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Whatever you give and you spend of good, then Allah will make, Allah will replace it. Now, this dimension is very, very important for us to realize, so that these tools of social finance have got this divine potency of replenishing what is going away from us, what is being destroyed. Especially the institution of Al-Waqf. The institution of Al-Waqf, it has the capability to bring benefit across generations and for all. Waqf is generally categorized into a benevolent Waqf, that is the Al-Waqf Al-Khayri, and the Al-Waqf Al-Dhurri, the family Waqf. In both of these works, you find the element of sustainability across generations and across board, so that you have a broad-based benefit as well as a long-term benefit that promotes sustainability. The challenges that have been mentioned regarding waqf, mostly they border down to the absence of enabling legal and regulatory frameworks. And here we have to congratulate what has been done by the IOFI Sharia Board of issuing the recent Sharia standard of waqf. This could serve as a basis for creating and enabling legal and regulatory framework for our various countries in ensuring that the waqf does provide its functionality. There are quite a number of initiatives which have been mentioned by Sayyid Saad, very good initiatives. We have a similar initiative in northern Nigeria, whereby school children, we are asked to each one to create a waqf by planting a mango tree. And this was done, which had the impact of checking desert encroachment, as well as beautifying the environment and providing providing good nutrition to people who are in deep poverty. These kind of initiatives, they are the ones that we need. And there are two things that I would like to highlight regarding the Sharia standard of IOFI, which is very, very important, which is that they have said it clearly that non-Muslims can also create waqf.
Now this makes the use of crowdfunding a potent tool for creating a wide base of work if without any having any qualms that maybe some of them may be non-Muslims. A second thing is the framework that was provided for validation of a work that was done with an objective that is not Sharia compliant, that instead of invalidating it, you could validate it by changing the purpose. This is a very potent tool of making work quite sustainable. Qard al-Hasan, the benevolent loan, it has got the potency also of creating sustainability, because the one who gives in terms of qard, he is sacrificing the time benefit of money in order to get the benefit of the hereafter. Therefore, he joins the others in having that tool of spending, which will bring about replenishment from Allah. Thank you very much. أشكرك دكتور بشير. الأستاذنا المعقب الثاني بقى الدكتور برهان طريفتي، أستاذ اقتصاد بكلية اقتصاد والإدارة بجامعة صفاقس في تونس. تفضل حضرتك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل خطاب هو الذي يبدأ بحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الزملاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية سأطلب من رئيس الجلسة بكل لطف أن بين 15 دقائق ما سمعته اليوم، أنا كباحث كأستاذ في العلوم الاقتصادية لا أستطيع الرجوع إلى طلبتي، وأنا لا يجب علي التدخل والتفاعل مع خلينا في الوسط 7 دقائق. نعم. جيدة. فلا أنا حسب الضيف الكريم تدخل وقال نريد من الندوة البركة أن تكون النتيجة كيف سنعالج المشاكل الاقتصادية المعاصرة في البلدان الإسلامية الآن. أنا ما سمعته اليوم أريد بعض الملاحظات، التعقيب سيجدونه عند لجنة التنظيم المنتدى. أما لي ملاحظات، أنا سمعت اليوم صباحا الدكتور الكريم دكتور أستاذ محمد قيرات، وكان تدخله قيم، وسمعت الدكتور إبراهيم بيومي وتدخل قيم. السؤال، هل نستطيع بنموذج قالوا وقلنا ونموذج نريد مفاهيم مستمدة من نصوص قرآنية أن نساعد السياسيين أصحاب القرار في معالجة المشاكل الاقتصادية في البلدان الإسلامية الآن؟ أقول نعم. إذا حاولنا سماع الباحث في الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد قيرات، صحيح تدخله النموذج أساسي في علم الاقتصاد الإسلامي، وتدخل الدكتور إبراهيم بيومي أساسي في علم الاقتصاد الإسلامي، لأن الاقتصاد الإسلامي يجب فهمه كمذهب كنظام وكعلم. العلم الاقتصادي الإسلامي مبني على علوم الشريعة، على علم الفقه، وكذلك على علم الاقتصاد وعلى التحليل الاقتصادي. هذا أساس، وهذا ما ندرسه في معهد الأصول بجامعة الزيتونة. احنا نستفيد من العلماء في الشريعة ونستفيد من العلماء في الاقتصاد لنكون باحث في الاقتصاد الإسلامي أساسي. الباحث في العلم الاقتصادي له منهجية فيها دمج
بين المنهجية في الفقه والمنهجية في العلم الاقتصاد أي التحليل الاقتصادي. هذا ما ندرسه وهذا ما ناقشته مع علماء في الاقتصاد الإسلامي منذ 2012 في بداية برامج التدريس الاقتصاد الإسلامي بمعهد الوصول جامعة الزيتونة. وكل هذه الملاحظة هامة هامة لأنها هي اللي ستساعد على حل المشاكل في الوقت الحاضر في البلدان الإسلامية. كيف الدكتور إبراهيم بيومي تفضل وقال الاستدامة في النصوص القرآنية هناك مصطلح العمران. صحيح هناك مصطلح العمران، ما كيف نستطيع أن نستعمل هذا المصطلح في تفسيرنا في المشاكل الاقتصادية، في تحليلنا في الاقتصاد؟ يجب، وهنا دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي، هو ترجمة هذه المصطلحات التي مستمدة من نصوص قرآنية والسنة الشريفة إلى مفاهيم اقتصادية واضحة تكون هي الأساس في بناء وفي عملية التحليل الاقتصادي وفي بناء النظري وبناء النظريات الاقتصادية الإسلامية ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة. لذلك دكتور محمد قراد أساسي وقت قال أساسي في النموذج الذي قدمه، قالوا وقلنا صحيح، قالوا وقلنا ما كيف نستطيع أن نقنع السياسيين، كيف نستطيع أن نقنع الباحثين في المؤسسات العالمية كبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. هذا هو دور في بعض وصول جماعة الزيتونة وفي في معاهد أخرى في بلدان إسلامية، التكوين الباحث الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي يجب أن يكون متكونا في العلوم الفقه وفي العلوم الاقتصادية، ودوره هو كيف. أنا حذرت بعض، لا أريد الآن تقديم التعقيب على الباحثين في النص عند اللجنة التنظيم موجود بوضوح، ما أريد تقديم بعض الملاحظات كان تسمحني سيد الرئيس، بعض الملاحظات هامة لمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله نستطيع احنا فهمنا وقع تقديم مفهوم الاستدامة. ما هي الاستدامة في أي إطار؟ في إطار اقتصاد إسلامي، ولم نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي كعلم. خاطر احنا كاقتصاديين صحيح تعلمنا في الجامعات الغربية، جامعات في حتى جامعات في بلداننا، هو من نبدأ في قراءة في فهم الاقتصاد وتدريس الاقتصاد إلا من القرن السادس السابع عشر، إلا من بداية مونتسكرو، فرانسوا كيسني، وادم سميث، وماركس، وكل أين العلماء الاقتصاديين الإسلاميين؟ أين القرن العاشر، القرن الثامن؟ هذا هو الفجوة الكبيرة الموجودة في التدريس في الاقتصاد. يجب رجوع إلى علمائنا في الاقتصاد من مرجعية إسلامية. ما يمنع الطالب الآن في كلية الاقتصاد أن يفكر في المشاكل الاقتصادية بمرجعية إسلامية كما يفكر في مشاكل اقتصادية مرجعية ماركسية، يفكر في المشاكل الاقتصادية من مرجعية رأسمالية أدم سميث؟ لماذا نمنع الطلبة في جامعاتنا ما عدا احنا اللي نعرف انا في جامعة الزيتونة ندرسوا الاقتصاد من مرجعية إسلامية؟ بعد الملاحظات سمحني، والوقت انتهى أولاً، بس يعني ولا ملاحظات عناوين لو انا الان يسمعنا الطلبة في انحاء العالم بالله عن بعد وبارك الله فيهم المنظمون ندوة البركة. الملاحظات هذه أنا من 2012 مقدم، إذ أنا عميد سابق بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف، ومنذ 2014 أنا ندرس في جامعة الزيتونة وتعلمت من أساتذة جامعة الزيتونة مفاهيم
والتعريف والمنهج الفقهي تعلمته في جامعة الزيتونة، وتعلمت الاقتصاد في جامعة السوربون. ولذا أنا أريد بعض الملاحظات. أولا بسرعة، التأكيد على أهمية ترجمة المفاهيم المستمدة من أصولنا الإسلامية ترجمة اقتصادية واضحة تمكن الباحث في علم الاقتصاد الإسلامي من القيام بعملية التحليل الاقتصادي والبناء النظري الذي يساعد على فهم الواقع الاقتصادي المعاصر ووضع استراتيجيات اقتصادية محددة تساعد على معالجة الظواهر الاقتصادية والتنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة. ثانيا، تساعد هذه الترجمة الاقتصادية على التواصل بين أهل الاقتصاد، بين الاقتصاديين وبين السياسيين. يجب هناك ترجمة اقتصادية واضحة لهذه المفاهيم المستمدة من القرآن ومن نصوص القرآن والسنة الشريفة. ثالثا، توجد مجموعة من الأسئلة تنتظر إعادة النظر في الإجابة عنها. ومن هذه الأسئلة تلك المتعلقة بمعنى الاستدامة ومجالاتها وزمن توفير شروطها وكيفية تحققها، وكذلك الأسئلة المتعلقة بمن عليه تحقيق الاستدامة ولصالح من ولماذا هذه الاستدامة. وللإجابة على كل هذه التساؤلات لا بد من استنجاد أولا بالدين، وثانيا ولبيان كيفية تحقيق الاستدامة لا بد من استناد إلى مختلف العلوم ومناهجها، مما يؤكد أن الاستدامة هي موضوع متعدد التخصصات وتتداخل فيه خاصة العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. شكرا جزيلا. فالاستدامة إذن هي مسار وصيرورة، هي مسار لتوفير شروط الحياة السليمة في أبعادها المتعددة والمتنوعة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وهي صيرورة لتحقق كرامة الإنسان في هذا الوجود تمهيدا لكرامته في اليوم الآخر. شكرا جزيلا. أشكر الدكتور برهان على هذا التعليق الممتاز يعني. وفي نهاية الجلسة بشكر كل الإخوة المشاركين أصحاب الورقات والمعقبين، أشكر الحضور. وفي كلمة موجزة بسيطة خالص، الاستدامة مفهوم يحتاج إلى النظر إليه بعمق أكثر في إطار سياقه التاريخي، سياقه الزمني، سياقه المذهبي الوافد إلينا، وتلك التميزات الموجودة في النظام الاقتصادي الإسلامي بأدواته الربحية والأدوات غير الربحية ورؤيته الكلية وقواعده في النظر إلى الكون والحياة والإنسان والاقتصاد. أشكركم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. أدعو فضيلة الأمين العام الشيخ يوسف لتكريم الأساتذة المتحدثين. بداية الأستاذ الدكتور فياض رئيس الجلسة. البروفيسور أزمان محمد نور. الدكتور أشروف لعله غير موجود. الباحث الثاني دكتور أزمان، هو شريك الدكتور أزمان في بحثي. نعم، يأخذها عنه. سعادة الدكتور إبراهيم البيومي غانم. الأستاذ سيد سعد علي باشا. دكتور بنجران سوريا. دكتور بشير عمر.
أستاذ دكتور برهان الطريقي